شدد رئيس الوزراء بشر الخصاوني على ضرورة عدم المساومة في تصويب أي مخاطر تتعلق بسلامة الأفراد والمنشآت في ميناء العقبة، وضرورة متابعة وتصويب أي مخالفات في المنشآت العامة والخاصة على الفور. وبين خلال ترأسه اجتماعا ضم مجلس المفوضين ومسؤولين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضرورة الالتزام بالمنظومة التشريعية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لجذب المزيد منه والحفاظ على الاستثمارات القائمة بما يخدم الاقتصاد الوطني، داعيا إلى الاستفادة من المزايا التي تمتلكها العقبة في مجالات التجارة والصناعات ذات القيمة المضافة. كما أعرب عن تطلعه لتقديم أفضل الخدمات لقاطني ومرتادي مدينة العقبة إلى جانب منطقة وادي رم التي تشكل قيمة اقتصادية كبرى في مجال السياحة وصناعة الأفلام وسياحة المغامرات. اللي يمكن اليوم تتطلب بالضرورة أن نسير سيرورة سريعة بموضوع إعادة تأهيلها وتوسيعها، لأنها عم تنتقل لتصبح حقيقة واحد من المعابر الحدودية الأساسية في الأردن. ورحلة الزائر والمواطن يجب أن تكون رحلة ميسرة حتى نشجع كمان إحنا إلى القدر المستطاع الحركة السياحية اللي بدورها بتسهم إسهام كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره وتنميته ورفع الناتج المحلي الإجمالي ضمن المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي، وخصوصا في الشق المرتبط برفع نسب النمو الاقتصادي، وربما أيضا عبر رحلة سياحية ناجحة ومريحة لمن يقصدنا بأن تقود هاي الاستثمارات في المملكة الأردنية الهاشمية، واستثمارات خاصة في المناطق المجاورة لحدود دول شقيقة تمتلك القدرات المالية لتوجه استثماراتها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وخلال تفقده سير العمل في مركز حدود الدرة بمحافظة العقبة، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاوني على ضرورة إعطاء الأولوية لتسريع عملية إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة ليصبح تدريجيا المعبر الأساس للربط مع السعودية. كما شدد الخصاوني على ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين وحركة الشحن عبر مركز حدود الدرة وتيسير الخدمات إلى حين إنجاز أعمال إعادة التأهيل والتوسعة مع الحفاظ على الجانب الأمني. نتطلع ونعمل دائما على الربط مع هذه المشاريع الإقليمية لقسم منها، وخصوصا مشروع نيوم يعني تماما متاخم لحدود المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وهناك الكثير من الحديث الجاري عن التكامل ما بين هذه المشاريع الموجودة في نيوم ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وخصوصا منطقة العقبة. فمن الأهمية بمكان معالي أخوي أبو فيصل أنه هذا يعطى أولوية في تسريع إجراءات تنفيذه واستكماله، لأنه من المعابر الهامة والحيوية والضرورية، وتدريجيا عم بصير هو المعبر الأساسي تقريبا اللي بربط المملكة العربية السعودية. وأن يؤخذ في الاعتبار في عمليات إعادة التأهيل أيضا من الآن أنه هذا قد يشهد أيضا حركة شاحنات، أن يوفر له البنى التحتية اللازمة المرتبطة بأنه يكون في مخطط شمولي لتوسعته بماستر بلان صحية، ما تصفوا مزنوقين بعد هيك بحيز وبمدى إذا طلب الأمر بعد ذلك إعادة توسيع أو توسعات إضافية تستتبع ذلك. هو أصلاً مركز الدرة من أحد الرؤى الملكية السامية بالتطوير، فجاء زيارة دولة الرئيس والوفد المرافق لغايات الوقوف على الحدث والوقوف على إمكانية تطوير هذه الحدود مع الشقيقة العربية السعودية سيدي. وطبعاً دولة الرئيس عمل توجيهاته وبطريقة سريعة التنفيذ بإذن الله تعالى مع معالي رئيس السلطة، وكانت توجيهات واضحة وبالسرعة القصوى إن شاء الله. توجيهات دولة الرئيس لأصحاب العطوفة أن يكون التنفيذ بأقل من الفترة المتوقعة أو المستهدفة بالإنجاز، ويعني أمر دولة الرئيس أنه يكون الإنجاز أقرب من ذلك بكثير إن شاء الله. يعني المتوقع خلال فترة سنتين من الآن يكون المعبر في حالة التحديث التام إن شاء الله.
ومن عمان ينضم إلينا المهندس حمزة الحاج حسن، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أهلا وسهلا بك مهندس معنا. وسأبدأ من حيث انتهينا قبل قليل بجزئية معبر الدرة اليوم، ما هي الإجراءات التي يتم استهدافها في هذا المعبر وأين وصلت حتى الآن؟ أول شيء مساء الخير، الله يعطيكم العافية ولجميع المشاهدين. إحنا طبعا دولة زيارة دولة رئيس الوزراء هاي لا تنم إلا على اهتمام الحكومة المركزية بمشاريع العقبة وملاحظتها للزيادة المتنامية في عدد الزوار اللي عم نلاحظه سنة بعد سنة بحدود الدرة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية. وطبعا حتى المعابر الأخرى الحمد لله بالعقبة كلها تشهد حركات قوية سواء للشحن أو للزوار. دولة الرئيس اليوم في زيارته لمعبر الدرة اطلع على سير العمليات. طبعا احنا كلياتنا غير راضين على البنية التحتية الموجودة، والمعبر نقدر احنا يعني لازم نعترف انه هو معبر قديم ولم يصمم لهذه الأعداد اللي اليوم يوميا عم تدخل عليه، اللي تقريبا بحدود 3000 زائر يوميا بالاتجاهين عم بيكونوا عم بيزوروا هذا الموقع. اليوم عبد الله عم نحكي قاعدين احنا للسنة الماضية، السنة الماضية كمان كان في زيادة عن السنوات اللي قبل. عن السنة الماضية احنا اليوم بالنص الأول 280% عدد الزوار زاد عن السنة الماضية 22 اللي كانت سنة سياحية جيدة. فهذه كلياتنا تدعي انه لازم نتطلع ونسرع بهذا الموضوع، وهذا ما وجه فيه دولة الرئيس. احنا في رح نمشي بمحورين. المحور الاول عبين ما خلال السنتين الى ثلاثة القادمين، لانه من خلال شركة تطوير العقبة تم رصد 22 مليون دينار، ودولة الرئيس اكد انه الحكومة المركزية ستقوم بتقديم كامل الدعم من موازنة السنة القادمة والسنة اللي بعدها لتطوير معبر الدر الجديد، اللي هو راح يكون مش بمثل مكان اليوم الموجود، لفوق منه شوية. المعبر الحالي كمان طلب دولة الرئيس، وإحنا من بداية السنة بزيارات متتالية للمعبر وملاحظة للي عم بصير فيه. إحنا عم نقوم بإجراءات بسيطة بمستوى المساحة اللي متوفرة لدينا، مش إنه إحنا بدنا نقصر، ولكن للأسف المساحة اللي موجودة ما تسمح لنا لتدخلات جراحية كبيرة. فإحنا عم نحاول قدر الإمكان نحاول نسهل إحنا والجمارك والأجهزة الأمنية رحلة الزائر اللي بيجي من خلال المملكة العربية. مهندس حمزة، اليوم عندما نتحدث عن هذا المعبر، متى سيتم فعلا الانتهاء من هذه الإجراءات التي تتحدث عنها، خاصة بأنك ذكرت بأن هناك حاجة ملحة لهذا التطوير وهذا الإنجاز؟ احنا المعبر الحالي احنا فورا عم نعمل تطوير دائم لهذا الموضوع، في عطاءات مستمرة من هون السنتين أو الثلاث القادمين. الفترة الزمنية الصحيحة اللي بتحتاجها المعبر 3 سنوات، دولة الرئيس أكد أنه لو نقدر أنه إحنا نختصرها بسنتين بيكون أفضل. شركة تطوير العقبة قامت بطرح عطاء التصميم، هو موجود بالسوق اليوم، فممكن بيحتاج كمان 3-4 أشهر ليكون في تصميم جاهز، وبعدها فورا سيتم طرح عطاء التنفيذ. بداية العام القادم سيشهد بداية تنفيذ معبر الدرة الجديد. يعني هذا إشي مهم جدا. وكمان بعدها ما بعرف عبد الله إذا في وقت نشرح عن بعض كمان الزيارة الثانية اللي كانت بالسلطة وإيش الشغلات اللي وجهنا دولة الرئيس عليها. نعم، يعني مهندس ليس ببعيد عن المعبر، وخاصة بأنه هناك الكثير من السياح الذين يأتون حتى من مشاريع كبرى في الدول المجاورة عن طريق هذا المعبر سياحيا إلى العقبة. ما هو أو ما هي أبرز الخدمات والمشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة كما جرى عرضها أمام دولة الرئيس؟ احنا معالي رئيس السلطه اليوم بعد الزياره قام باستقبال، طبعا تشرفنا بزياره دوله الرئيس بوجود جميع الاجهزه، وهذا الفرق انه لم تكن فقط زياره للسلطه، هي زياره تفقديه لدوله الرئيس. كان معنا طبعا الزميل عطوفة محافظ العقبه ورئيس تنفيذي شركه تطوير العقبه، كانوا موجودين وقدمنا عرض عن المشاريع الحاليه سواء التنظيميه، لانه احنا اليوم في مرحله تنظيم لعمليات عديدة في مدينة العقبة، بالإضافة إلى عملية تسويق المزايا الاستثمارية اللي أكد عليها
دولة الرئيس أنه لازم نسوقها، الجميع يستفيد من المزايا الموجود. هلا المشاريع السياحية، امبارح المشروع السياحي الأهم اللي انتهينا منه الحمد لله فعلناه، هو منطقة كانت منطقة يعني موحشة خلينا نحكي خلال قبل الافتتاح، اليوم ساحت الثورة العربية الكبرى، دولة الرئيس زارها امبارح بالليل مع معالي رئيس السلطة. اليوم صارت هي السيتي سنتر وهي منطقة الجذب الرئيسية اللي احنا بنقوم بعمل فعاليات. اليوم احنا بنحكي لزوار مدينة العقبة وحتى بنستهدف الزوار المحليين، انه احنا اسبوعيا في نهاية الاسبوع سواء من خلال النشاطات اللي بتم هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السلطة او السلطة لحالها، كل نهاية اسبوع في فعاليات موجودة في ساحة الثورة، فعاليات تراثية غنائية، تقديم للمنتجات المحلية للعائلات، مسرحيات ثقافية دائما هاي موجودة. فاليوم ساحة الثورة من أهم المشاريع، في عدة مشاريع على الطاولة اليوم مع مستثمرين، قمنا بتقديم حوافز عديدة لأي مستثمر يقوم بالاستثمار بالقطاع السياحي بالعقبة، من تقديم حوافز حتى على أسعار الأراضي، هاي شغلة مهمة جدا. وإن شاء الله العقبة رح تشهد عدة مشاريع سياحية سواء زيادة عدد الغرف الفندقية أو الخدمات السياحية. نعم مهندس، اليوم نتحدث عن أيضا شقين غطتهم الزيارة، نتحدث عن الضلع الثاني غير العقبة من المثلث الذهبي وهي وادي رم، وأيضا المشاريع الاستثمارية القائمة، ما هي التسهيلات التي ستحدث سواء في رم أو حتى للمشاريع الاستثمارية القائمة؟ احنا لازم دائما نحكي، احنا دائما نحكي عن المثلث الذهبي، وفعلا هو المثلث الذهبي. اليوم عدد الزوار الاجانب، طبعا احنا من بدايه السنه لليوم عدد الزوار للمنطقه تقريبا وصل بحدود 1.5 مليون، وهذا رقم قياسي حتى مقارنه بعام 2019 اللي يعتبر عام ذهبي، احنا كسرنا هاي الارقام. اليوم حتى دوله الرئيس نوه لهذا الموضوع، احنا الحمد لله حتى برم لغايه نهايه شهر 6 النصف الاول تقريبا استقبلنا 350 ألف زائر مقابل 120 ألف زائر السنة الماضية. هذه أرقام تنبه أن هناك في طلب شديد على المنتج السياحي اللي موجود في العقبة ورم ومدينة البتراء اللي نعتبرها الضلع الثالث. اليوم ما نقوم به برم بعملية تنظيم الأعمال الموجودة برم والخدمات التي تقدم برم، هناك العديد من الأعمال يعني الواجب تنظيمها وترخيص في وادي رم، تقديم جميع كل انواع الدعم وصيانه البنيه التحتيه حتى الشارع، نحكي على مشاريع البوابه، في عده مشاريع، في بوابه لمنطقه وادي رم، في توسعه مع وزاره الاشغال للطريق المؤدي، لانه لاحظنا اخر فتره في بسبب الحركه الشديده على الشارع صار في يعني للاسف عده حوادث، لانه في ضيق الشارع لم يكن مصمما لاعداد العمتيج اليوم عبد الله على وادي رم، في مع وزاره الاشغال مشروع مشترك لتوسعه الشارع، في تطوير البنيه التحتيه لقريه وادي رم وتنميه المجتمع المحلي من خلال كمان تدريب وتقديم برامج تدريبيه من خلال سلطه منطقه العقبه لابناء وادي رم لتطوير الثقافه السياحيه لدى المجتمع والمحلي في وادي رم وجميع القرى المحيطه فيها، من يشير والديسه والشاكريه وجميع والقويره. نعم. يعني فاحنا الحمد لله هذا ماشيين فيه. نعم. امبارح كمان عبد الله لازم ننوه انه دوله الرئيس زار منطقه رئيسيه، اليوم احنا نتجه الى توجيه الصناعات الى خصوصا المتوسطه والخفيفه الى خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حدودها إلى منطقة القويرة أو الإقليم ما يسمى بالإقليم. نعم. لتنمية هذا، لأنه يحسوا بجزء من التنمية اللي موجودة في ومكتسبات التنمية. مكتسبات التنمية. نعم كنت وهذا معنا ما ركز عليه دولة الرئيس. نعم كنت معنا المهندس حمزة الحاج حسن نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذا الشرح الوافي. وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء بشار الخصاوني على ضرورة عدم المساومة في تصويب أي مخاطر تتعلق بسلامة الأفراد والمنشآت في ميناء العقبة، وضرورة متابعة وتصويب أي مخالفات في المنشآت العامة والخاصة على الفور.
وبين خلال ترأسه اجتماعا ضم مجلس المفوضين ومسؤولين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضرورة الالتزام بالمنظومة التشريعية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لجذب المزيد منه والحفاظ على الاستثمارات القائمة بما يخدم الاقتصاد الوطني داعيا إلى الاستفادة من المزايا التي تمتلكها العقبة في مجالات التجارة والصناعات ذات القيمة المضافة. ومن العقبة معنا مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ دكتور محمود خليفات. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. إذن تشديدات أطلقها رئيس الوزراء بشأن السلامة العامة في الميناء، طعنا في أبرز الجهود والخطط في هذا المجال. سيدي العزيز الله يعطيكم العافية، شكرا لك. أهلا بك على هذا اللقاء. الحقيقة يعني في الموانئ العقبة هناك إجراءات مشددة في موضوع السلامة العامة تتعلق في شقين. الشق الأول اللي هو شق العنصر البشري وهو الأهم بموضوع السلامة العامة، والشق الثاني هو بما يتعلق في موضوع مواد المناولة ولوازمها وبالإضافة إلى اللوازم الشخصية في السلامة العامة. نتحدث عن موضوع السلامة العامة فيما يتعلق بالأفراد. الحقيقة لدينا خطة متكاملة بعمليات تدريب الأشخاص اللي بقوم بعمليات المناولة العاملين بموضوع المناولة، بالإضافة إلى موضوع السلامة العامة اللي هو قسم السلامة العامة نعمل على تأهيل كوادرنا لتدريب هؤلاء الأشخاص. الآن نتعاون من خلال مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتعيين ضباط الدفاع المدني المتقاعدين في موضوع السلامة العامة للبدء بتأهيل كافة كوادرنا التي تعمل في الميناء على موضوع السلامة العامة. هذا الحقيقة جانب. والجانب الآخر نتحدث عنه اللي هي جانب اللوازم والمواد المستخدمة. إحنا الآن بصدد يعني تجديد كافة اللوازم تتعلق بعمليات الموازنة المناولة، وسيكون هذه المواد لها شهادات تجدد كل 6 أشهر من خلال شركات متخصصة تقوم بفحص هذه المعدات قبل استخدامها وتكون سارية لمدة 6 أشهر. وإحنا يعني الحقيقة فيما يتعلق بالجانب الآخر موضوع المواد الخطرة لها آلية عمل مختلفة تماما، لأن إجراءات السلامة العامة تكون فيها عالية جدا وتحت إشراف لجنة أمنية متخصصة في موضوع السلام في موضوع المواد الخطرة. الآن هذه الحقيقة لدينا مستودع خاص للمواد، علما أنه لا يتم تخزين مواد خطرة في الموانئ أو ساحات الموانئ. نعم. هناك ساحة للمواد الخطرة تم تشغيل يعني تشييدها من خلال شركة تطوير العقبة، وهي بناء على مواصفات من خلال الدفاع المدني. إذا كان في حاجة لتخزين أي مواد خطرة تكون في هذه الساحة ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة في عملية حفظها. نعم دكتور، اليوم نعم. اليوم المنشآت تحديدا، هل هناك مراقبة دورية للمنشآت؟ ذكرت بأن هناك خطة للأفراد وخطة للمنشآت أيضا. نعم صحيح. احنا الان بصدد يعني نجيب شركه عالميه كمان لتفحص لنا الموانئ كافه وتعطينا فيها شهادات بصلاحيتها، بتعرف مع مضي المده مع عمليات التحميل والتنزيل بالكميات الهائله الكبيره بصير اي اثر على الارصفه. هذه هناك شركات متخصصه تقوم بفحص الارصفه كامله واعطاء شهادات فيها بصلاحياتها الحقيقه. هذا كله اجراءات الصحيح يعني عم نشتغل عليها الان وبشكل يعني متسارع. هناك تجديد بكل منظومة السلام العامة الآن والتجديد بكافة الإجراءات حتى فيما يتعلق بموضوع الشاحنات الآليات اللي عم تدخل، هناك تجديد على هذه الآليات اللي بتدخل لأن لا تكون لديها مثلا جرة غاز صغيرة، بتعرف السائقين عندهم جرار غاز وما شابه ذلك. عملية الدخول هناك راح يكون يعني لوحات إرشادية بكيفية الدخول إلى الموانئ والخروج منها بأمان وسلامة. يعني هناك مجموعة من الإجراءات الحقيقة بعد الحادث الأليم. نعم. اللي الآن تم العمل بموجبها، وإن شاء الله إنه ربنا يحمي البلد ويحمي موانئنا من أي مشكلة ممكن تصير مستقبلا. آمين. وأنا هون بتأكد يعني إنه وكالة الملاحة الحقيقة تعاوننا معهم كمان بإحضار خبراء في مجال المواد الخطرة وإجراء تدريب لكوادرنا على المواد الخطرة وتعريف الناس فيها وآلية العمل والعمل عليها والمواد اللي يجب أن نستخدمها في عملية المناولة لهذه المواد. نعم دكتور، يعني أيضا جرى من كلام دولة الرئيس بضرورة تصويب فعليا المشاكل أو المخالفات في المنشآت الخاصة والعامة وأيضا الشكاوى الموجودة هناك. هل لديكم أرقام أو إحصائيات بعدد المخالفات عدد المشاكل التي حدثت هناك؟
يعني عزيزي بتعرف احنا عمليات مناول لمواد المواد المختلفه الحقيقه بتعرض العاملين لمشاكل في السلامه العامه. يعني لما يحمل حديد ممكن تضرب ايده، اذا ما كانش لابس البوت سيفتي يمكن شيء على رجله. هذه الحقيقه الان هي بحدود الدنيا خاصه بعد التجديد على اجراءات السلامه العامه، ولن نقبل لاي شخص بده يقوم بعمليات المناول المواد الخطره الا باجراءات السلامه العامه، وهذا بيؤدي الى تقليل هذه الحوادث. احنا نقول هل بتزيد او بتنقص؟ لا بتنقص هذه يعني الحالات اللي عمالها بتتم، وان شاء الله يعني ربنا يسلم دائما وابدا باستخدام اعلى معايير السلامه العامه في الموانئ. نعم دكتور، اليوم عندما نتحدث عن هذه الخطط هل تم رصد لها جدول زمني محدد للاطلاع على نتائجها؟ نعم الحقيقة احنا يعني نتوقع يعني الشهر القادم تبدأ أول مواد السلام العام الشخصية تتعلق بالأشخاص أن تكون موجودة. المواد المناولة بلشنا بإجراءات الفحص اللي موجود حاليا عندنا، وضعنا خطة لعملية الشراء لمواد جديدة تتعلق بعملية المناولة ستكون يعني جاهزة في نهاية العام، وعندنا تجديد بالكامل سيكون في عام 2024. تم رصد مخصصات كاملة لهذه العملية وإجراء مناقلات لتأمين كافة اللوازم اللي متعلقة في عمليات المناولة، حتى هناك بعض المعدات تعرف تصنع خصيصا لمن يطلب، وبالتالي مدة توريدها تكون بين 2 إلى 3 سنوات. هذه المعدات تكون حديثة وجديدة، بتوفر في الطاقة، بتوفر في الوقت وعمليات المناولة. يعني هذا إجراء الحقيقة يأخذ وقت بأنك تشوف على أرض الواقع أمور جديدة فيما يتعلق في المناولة، خاصة أنه هذه الآليات ليست موجودة عند الطلب فورا، هي تصنع لهذه الغاية فقط. نعم. مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ دكتور محمود خليفات كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي.